ديال المخيم اللي باقي الوقت قدامه والحافله ديالو باقي فصلاتش اجي عندنا الجزيرة المخيم كما كتعرفوا حنا اليوم امس الحاجه والدم ديالكم جميع. دونك اليوم حنا في المحطه الطرقيه في اطار تنظيم حمله للتبرع بالدم مع الاداره ديال المحطه الطرقيه ومجموعه من فعاليات المجتمع المدني. هذه الحمله هذه اللي كتجي في واحد الظرفيه اللي هي شويه حساسه، ما يخفاش عليكم الفتره ديال الصيف تيكون عزوف على التبرع بالدم نظرا لانشغالات الناس الله يكون في العون، اللي السفر اخر سنه دراسيه اللي بغى يقيد وليداته في مدارس، يعني تيكون واحد العزوف على التبرع بالدم. فهذه الحمله اليوم جات كمتنفس بكل صراحه كمتنفس المخزون ديال المركز الجهوي لتحقن الدم، لانه حمله كبرى كنطمحوا فيها ان شاء الله من هنا نهايه اليوم باش نحققوا واحد الرقم اللي كيتعدى 200 كيس. هاد 200 كيس هادي وراءها واحد العمل اللي هو جاد، واحد العمل اللي كان صارم من طرف لا المجتمع المدني ولا الاداره ديال المحطه. دونك تنتمنوا من الله باش يوفقنا الله جميع اليد في اليد ولهاد المناسبه الطيبه ديال تربع جلاله الملك محمد السادس نصره الله على العرش ديالو، باش تكون فرحه فرحتين ان شاء الله وتكون الحصيله طيبه. اليوم حنا هنا كنتواجدوا بمناسبه عظيمه الا وهي ذكرى 24 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافي الميامين، فارتأت فعاليه المحطه الطرقيه وفعاليه المجتمع المدني ان تقيم هذا الحدث العظيم وهو حمله تبرع بالدم تضامنا مع الشعب، مع الناس ذوي مع مركز تحقن الدم، لانه كيتوجد واحد الخصاص كبير لكي يعرفوا المركز. مدير المحطه مشكور على هذه البادره وفعاليه المجتمع المدني، جل فعاليه المجتمع المدني مركز بمراكش، وكذلك تحت اشراف مركز تحقن الدم الاستاذ محمود والطاقم الطبي ديالو. بمناسبه هذه الذكرى الغاليه علينا جميعا، ذكرى تربع جلاله الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه الميامين، اداره المحطه الطرقيه والمجتمع المدني كيقوموا بهذه البادره الوطنيه التبرع بالدم، هذا من اجل من خلق روح وطنيه لجميع المغاربه، وهذا من اجل عتق ارواح ديال المواطنين. هذا هو الهدف ديالنا، الهدف ديالنا سامي الحمد لله، وبغينا الامور تكون بخير الحمد لله. المحطه الطرقيه تباب الدكاله بكل مكوناتها من نقاله ومستخدمين واداره المحطه الطرقيه صار على هذه العمليه هذه، وهذه العمليه ناجحه وديما كتكون في الموعد ديالها الحمد لله، وهذا شرف لنا كاملين باش نقوموا بهذه البادره هذه اللي تشرف المحطه الطرقيه وتشرف مدينه مراكش وتشرفنا كاملين. وشكرا لكل من ساهم من بعيد او قريب في هذه العمليه هذه، الاخوان تاع المجتمع المدني، اخوان ديال تحقن الدم، جميع الاطر والسلطه المحليه، يعني كل من ساهم، انتم كذلك الاخوان ديال الاعلام اللي كتواصلوا معنا دائما في جميع المناسبات.